قصد استقطاب مستثمرين أجانب في قطاعات حيوية، وجب توفير مناخ ملائم ونظرة استشرافية في القطاع. نقدر نقول باللي المناخ ملائم الآن لتطوير كل الصناعات هنا في الجزائر في عدة ميادين، في ما يخص الفلاحة وتحويل المادة الفلاحية هنا، في السياحة أيضا تكلمنا في سياحة الصحراوية، في الميكانيكا الدقيقة، في تصنيع قطاعات مختصة للمحروقات. نعتبر أن المحروقات هي أساس تطوير الميكانيك هنا في الجزائر. مؤتمر مثل هذا راح يعطي صوره جديده للجزائر، وحنا علينا انه نقدموا هذه الصوره اللي راح تفتح ابواب كبيره للنمو في الجزائر. هناك مجال واسع بالنسبه ل يعني ترقية الاستثمار في الجزائر، كما قلت الآليات موجودة، هناك نشهد استقرار من حيث النصوص القانونية، وهذا عامل مهم جدا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا المحليين الوطنيين أو الأجانب. ولتحقيق معادلة رابح رابح كان لابد من تعزيز البنية التحتية للاستثمار وتنويع مداخيل الاقتصاد لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات. استطعنا أن نصل إلى في نهاية شهر سبتمبر 3.4 مليار دولار، وإن شاء الله نصل إلى أكثر من ربعة، بين 4 إلى 4.5 مليار دولار، وأيضا بالتحكم أيضا في فاتورة الواردات، وهذا شيء إيجابي، وهذا شيء يسمح لنا باش يتم الولوج إلى المنطقة الإفريقية الحرة بأكثر عزيمة وأكثر قوة. وينعقد المؤتمر الجزائري للاستثمار للبحث في سبل تبوء الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي بامتياز.